مصر وهي تحشد الآن كل إمكاناتها البشرية والسياسية لمواجهة عديد من التحديات الداخلية والخارجية واستدعاء العلاقات القوية مع القوى الدولية. استقبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي المستشار الألماني السابق جيرهارد شودر. في هذا اللقاء استمع المستشار الألماني لوجهة النظر المصرية حول القضايا الإقليمية والعلاقات المصرية الألمانية والأوروبية والاستراتيجية المصرية في مواجهة الإرهاب ومخاطره. وأكد شرودر إن مصر صديق كبير لألمانيا وإن بلاده تنظر بأهمية كبيرة للمؤتمر الاقتصادي العالمي بشرم الشيخ إدراكا لأهمية وقيمة مصر الإقليمية والدولية التي يحتاج العالم الآن إلى تعظيمه في تلك الظروف الحرجة. Spoke about the traditional good relationship between Egypt and Germany. And he's a big friend of مصر وألمانيا تربطهما علاقات عميقة سياسية واقتصادية، وألمانيا تقدر الدور الذي تقوم به مصر كونها ركيزة هامة لاستقرار المنطقة، والعالم دائما يعتمد على الدور المصري في هذه المنطقة من العالم، ونحن هنا لندعم هذا الدور. وأيضا تحدثنا عن المؤتمر الاقتصادي العالمي لأهمية دعم الاقتصاد المصري والشعب المصري الصديق. نقوم الآن بتجهيز 4 حفارات عملاقة ستقوم بعملية الحفر أسفل قناة السويس الجديدة لتربط القناة بمنطقة الدلتا عن طريق 3 أنفاق في بورسعيد و3 أنفاق في الإسماعيلية، ونحن نجهز كوادر مصرية للتدريب على هذه الماكينات ليكون العمل بالكامل بأيدي مصرية. وفي لقائه مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزيري الاستثمار والتعاون الدولي، تابع رئيس الجمهورية الاستعدادات الجارية للمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ والوقوف على أهم المشروعات التي ستطرح لتنفيذها بالتعاون مع المجموعات الاقتصادية العالمية التي سوف تشارك، وضرورة تذليل كافة المعوقات أمام خروج المؤتمر بأفضل النتائج لصالح مستقبل التنمية في البلاد.